الفنان المغربي محمد الريفي يذرف الدموع بسبب مرضه ويفكر في الاعتزال. بسبب المنتخب الوطني المغربي، الفنانة فيفي عبدو تعرض نفسها للسخرية. التوأم صفاء تخلق الجدل بصورة لخطيبها. الفنان المغربي سعد المجرد وراغب علامة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي. لحظة اعتقال اليوتيوبر المثير للجدل هشام الملولي أمام ولاية أمن مكناس وإحباط محاولة انتحارها، وهذا هو السبب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. فقط لا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. قال الفنان المغربي محمد الريفي إن وضعه الصحي مستقر حاليا، بحيث سيقوم خلال هذين اليومين بزيارة الطبيب من أجل تشخيص حالته الصحية. وأوضح محمد الريفي في تصريح لأحد المجلات الإلكترونية أنه ينتظر بفارغ الصبر تقرير الطبيب من أجل معرفة وضعه الصحي. وأضاف الفنان الريفي أنه زار مجموعة من الرقاة المغاربة من أجل معرفة سبب هذا العياء المفاجئ الذي ألم به. وبخصوص إمكانية اعتزاله الفن، قال محمد الريفي إنه لا يفكر حاليا في العمل، لأن كل ما بات يفكر فيه هو حالته الصحية. وكان الفنان محمد الريفي قد أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره عبر شريط مصور وهو يتألم ويستنجد بوزير الصحة خالد أيت الطالب ومتابعيه من أجل إنقاذ حياته. تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبدو خلال الساعات الماضية لموجة سخرية عارمة عبر عدد من الصفحات المغربية الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وغصت هذه الصفحات بستوري للفنانة المصرية تخص المنتخب المغربي، أرفقتها بتهنئة للمنتخب الجزائري ظنا منها أنه هو من انتصر وتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الكان. وقد عرض هذا الموقف فيفي عبدو لسخرية عارمة، ومن أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الإطار ترونها على الشاشة. ويشار إلى أن الفنانة فيفي عبدو كانت قد تداركت لاحقا خطأها لتعيد تهنئة المنتخب المغربي عبر خاصية أسطوري، وذلك من خلال فيديو يحتفي بالمنتخب المغربي. وفي ستوري آخر عمدت على نشر مقطع من أحدث عمل للفنانة بلقيس فتحي سافرا، والذي صور بالمغرب أبدت فيه تعليق عليه حبها الكبير للمغرب. خلقت الفنانة المغربية صفاء الرئيس الأخت التوأم للفنانة هناء الجدل بعد ظهورها لأول مرة مع خطيبها الذي يكبرها في العمر بشكل واضح. ونشرت صفاء صورتين تجمعها مع خطيبها عبر ستوري حسابها على الإنستغرام، ولكنها سرعان ما قامت بحذفها إذ لم تكشف أي معلومات عن خطيبها ولا عن موعد زواجها. وتعرضت صفاء بسبب هذه الصور لموجة من الانتقادات، إذ علق البعض على فرق السن الكبير بينها وبين خطيبها. كما ارتبطت هناء بدورها برجل مصري الجنسية يدعى عبد الهادي خضر يبلغ من العمر 60 عاما،
وهو أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت جونسون بنيوجيرسي. يذكر أن الفنانة المغربية هناء كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر المنصرم عن دخولها القفص الذهبي، حيث احتفلت بعقد قرانها في ولاية نيوجيرسي بأمريكا. ونشرت هناء عبر حسابها على الإنستغرام مجموعة من الصور من حفل عقد قرانها الذي احتفلت به بحضور شقيقتها التوأم صفاء ووالديها وبعض المقربين فقط. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة اليوم الخميس على نطاق واسع صور للسوبر ستار اللبناني راغب علامة ونجم البوب المغربي سعد المجرد. وبدوره نشر المجرد صورة تجمعه بالسوبر ستار، أرفقها بتعليق جاء فيها: يا لك من شخص رائع أخي، مع السوبر ستار صديقي. ولقيت هذه الصورة إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، الذين رجحوا أن اللقاء يخفي في طياته عمل جديد بين هذين النجمين. فتحت مسارح الأمن بمدينة مكناس مساء يوم الأربعاء أي البارحة 26 من يناير بحثا أوليا إثر محاولة اليوتيوبر هشام الملولي إضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية أمن مدينة مكناس. وأوضح الفيديو الذي سجله وبثه المعني بالأمر، والذي لم نعرضه لكم بسبب حقوق الطبع والنشر، فقد توجه الملولي في هذا الفيديو إلى مقر ولاية أمن مكناس في سيارته الخاصة، وكان حاملا معه قنينة مملوءة بالبنزين وولاعة. ويظهر في الفيديو الملولي وهو في حالة غير طبيعية، حيث قام بسكب البنزين على جسدها بعد وصوله أمام مقر ولاية الأمن والسلق على الأرض، وحاول إشعال النار في نفسه قبل أن يتدخل رجال الأمن في الوقت المناسب لإيقافها. وتم اقتياد الملولي إلى مقر ولاية الأمن بعد تدخل رجال الأمن من أجل الاستماع إليه حول محاولته للانتحار والاتهامات التي وجهها لرجال الأمن عبر تقنية اللايف. كما تم الاستماع إلى الأشخاص المتهمين بتخريب سيارة الملولي، حيث قررت إطلاق سراح الجميع واستكمال البحث في هذه القضية. وعن سبب إقدام المعني بالأمر على محاولة الانتحار، أوضحت ذات المصادر أن الملولي قام مؤخرا بتقديم شكاية إلى المصالح الأمنية ضد بعض الأشخاص يتهمون فيها بتخريب سيارته الخاصة، وهي القضية التي توجد قيد البحث والمعالجة والتي تتطلب وقتا، وهو الأمر الذي لم يستصغه الملولي ليقوم بمحاولة الانتحار أمام مقر الولاية. كان هذا آخر خبر لحلقتنا لهذا اليوم. شكرا أيها الطيبون على المتابعة، ولا تنسونا بالاشتراك وأيضا نشر هذا الفيديو حتى يرقى نحو الأفضل بإذن الله. إلى اللقاء.